نزل الفساطيط ونزل هو مع أصحابه، إن هي إلا فترة وجيزة. وإذا 1000 فارس قد جاءوا وهم يشتكون العطش، يتضورون عطشا وظمأ، على رأسهم الحر بن يزيد الرياحي، تراموا من على ظهور خيولهم يلهثون من شدة العطش. هنا التفت أبو عبد الله إلى أصحابه، قال: اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. الآن حان موعد استخدام الماء. اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. فبدأ أصحاب الحسين يوزعون قرب الماء على أصحاب الحر بن يزيد الرياحي، ويؤتى بالماء إلى الخيول فتعب فيه الخيل مرة ومرتين وثلاث، ثم يؤخذ إلى غيرها. آخر واحد وصل من هذه الكتيبة التي هي 1000 رجل، آخر واحد رجل يدعى علي بن طعان المحاربي. تعرف هذا علي بن طعان من؟ هذا الرجل لما وصل عيناه تدوران في رأسه من شدة العطش. التفت إليه أبو عبد الله، قال: أنخ الراوية، يعني خلي يبرك الجمل، أنخ الراوية. ما فهم، فقال له أبو عبد الله: أنخ الناقة الجمل. فأناخ جمله، أعطاه أبو عبد الله قرب فيها ماء، وضعها الرجل على فمه من شدة العطش، صار يشرب والماء يتدفق من بين فمه. فالتفت إليه أبو عبد الله قال: اخنف السقاء، يعني اعطفه، الويه، زم الفم حتى لا يتدفق في فمك. قال: اخنث السقاء. ما فهم، فأبو عبد الله بنفسه أعطف ذلك ذاك السقاء حتى يشرب هذا على راحته. وتدري هذا كافئ الحسين يوم عاشر، هذا كافئ الحسين يوم عاشر. لما جاء حميد بن مسلم بالماء يريد يسقي الإمام، وإذا علي بن طعان يعترضه ويأخذ الإناء ويسكبه على التراب، وهو يقول: لا يشرب الحسين الماء حتى يموت عطشا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم قام أبو عبد الله خطيبا فيهم إلى أن صار وقت الزوال، التفت إلى أحد أصحابه قال: أذن. فأذن، التفت الحسين إلى الحر قال: تصلي بأصحابك وأنا أصلي بأصحابي. قال: لا يا أبا عبد الله، بل نصلي بصلاتك. تقدم الحسين وصلى بهم، ثم قام فيهم خطيبا مرة ثانية، يعني خطبة قبل الصلاة وخطبة بعد الصلاة، قام فيهم خطيبا، إلى أن قال في ضمن ما قال: ما جئتكم وما قدمت عليكم إلا بعد أن أتتني كتبكم، فإن كنتم لمقدمي كارهين دعوني أرجع من حيث جئت. فقال له الحار: ما أعلم ما تقول يا أبا عبد الله، شنو هالكتب؟ أنا ما أعلم بها. فالتفت الحسين إلى أحد أصحابه قائلا: يا عقب بن سمعان، ناولني الخرجين المليئين بالكتب. جاء بخرجين مليئين بالكتب، نثرهما أبو عبد الله أمام الحر. قال: سيد أبا عبد الله، لست ممن كاتبك. قال الحسين: إذا ماذا تريد؟ قال: لا أدعك يا أبا عبد الله. فقال الحسين: وأنا لا أتبعك. حتى جرى بينهما الكلام واشتد الصوت، فقال الحسين إلى الحور: ثكلتك أمك يا حر. لما سمع هذه الكلمة قال: يا أبا عبد الله، لو قالها غيرك ما تركت أمه من الثكل، لكن مالي وبنت رسول الله سبيل. الإمام الحسين ما صغى إلى كلامه، قال له: السماء أدنى لك مما تريد. أراد الحسين أن يحرك القافلة، تحرك شيئا قليلا، تحير الحر كيف يمنع الحسين، ماذا يصنع؟ التفت إلى أصحابه قال: أصحابي اعترضوا قافلة الحسين.
تعرف قافلة تمشي الجمال خلف بعضها البعض، وإذا بخيول جماعة الحر قد اعترضت تلك النياق، فتداكت النياق ببعض البعض حتى تصايحت النساء والأطفال ومصيبتاه. زينب كانت في هودجها التفتت إلى أبي الفضل: أخي عباس، أيكون القتال ونحن على ظهور النياق؟ حبيبي عباس انظر ما الأمر، صاحت بكافلها شديد العزم والبصر، صاحت بكافلها شديد العزم والبصر: شمر أرذانك وانشر البيرك يا كني عاينها مصيبة شيبر، ما ظنتي نرجع بدولتنا المدي. قالها يا زينب هاج عزمي لا تنخين، ما دامني موجود يا اختي ما تذلين، ولو تنقلب شاماتهم ويا العراق لطحن جماجمهم وانا حامي الضعي. زينب لا تهيجيني ولا يدش بقلبك الخوف، ما يروعني طعن الرماح وضرب الاس، بس طلبي من الله يسلم لي هالجفوف، لحمل على العسكر وذكرهم بابو. صاحت عرفك بالحرام عباس وافي وقطع الزند هذا الذي منه مخاف، اليوم بمعزة وبعد كام مدري شواف، ياهو اللي يرد الخيل لو هجمت عليه. صار الاتفاق بين الحسين والحر أن الحسين يأخذ طريقا وسطا لا يدخله إلى الكوفة ولا يرجعه إلى المدينة، فقال الحسين: من منكم يدل الطريق على غير الجادة؟ فانبر الطرماح قائلا: أبا عبد الله، أنا أدل الطريق على غير الجادة. قال: إذا تقدم وخذ بي هذه القافلة إلى طريق وسط. قال: لأنعمنك عينه، لكن سيدي النياق مزعوجة، وإذا انزعجت النياق لا تستقيم إلا عندما تسمع حذوة حتى تنتظم، حتى تستقيم وتنتظم لازم تسمع حذو، تسمع شعر حتى تنتظم، هذه طبيعة النياق. قال: له تفضل تقدم وحذو. فتقدم الطرماح. زين، هذا يقود نياق، وقيادة النياق يعني لازم يضع يده على زمام الناقة، صحيح؟ مد يده على زمام الناقة الأولى، وإذا بيد قد وضعت على يده، ماذا تصنع يا طرماح؟ التفت وإذا هذا أبو فاضل: سيدي أريد أمسك زمام الناقة. قال: لا، هذه ناقة من هذه؟ هذه ناقة زينب فخر المخدرات، هذه ناقة أنا مسؤول عنها، أنا كفيل صاحبة هذه الناقة، لكن إذا كان ولا بد فخذ بفاضل الزمام. فأخذ الطرماح بفاضل زمام الناقة وصار يحذو بالنياق، وإحنا مع هذا الحاذي: يا ناقتي لا تذعري من زجري، يا ناقتي لا تذعري من زاج، وشمري قبل طلوع الفاج،
بخير ركبان وخير سافر يا مالك نفعي معا والضار أيد حسين سيدي بالناس على يزيد العاهر ابن العاهر بينما السبط بأهليه مجدا في المسير وإذا الهاتف ينعهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسن وحسينا فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحل فدعا في صحبه يا قوم ما هذه الفل قيل هذه كربلاء قال كرب خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكرين وحسين وصل إلى تلك المنطقة ركب على ستة أفراس وقيل سبعة وكلما صعد على واحد لا يتحرك سأل أصحابه أعطوه أكثر من اسم إلى هذه الأرض إلى أن قالوا تسمى كربل قال كرب وبلا ها هنا محط رحالنا ثم أمر بتنزيل النساء على الهويدا باطمئنان شوي شوي نساء وأطفال حتى ما يتروعون ثم أخذ بيد زينب زينب تعالي يا زينب أنا عندي معاك كلام هنا أخذ بيد زينب جاء بها إلى مكان قال زينب ها هنا سيسقط القاسم صريعا يا زينب ها هنا سيسقط علي الأكبر مقطعا بالسيوف اهبر يا زينب ها هنا سيذبح الطفل الرضيع من الوريد إلى الوريد ثم جاء بها إلى مكان قال أخي زينب ها هنا ستنظرين إلى كفيلك العباس جثة هامدة بلا راس ولا كفين وهكذا بدأ يعدد لها المصائب إلى أن جاء بها إلى وسط الميدان قال أخي زينب انظري إلى هذا المكان قالت وما يحدث في هذا المكان قال أخي زينب في هذا المكان ستنظرين إلى أخيك الحسين وقد جثى عليه شيء هذا وهي تدافعه وهو يدافعها أيوة مصيبته برضاك لو رغم عليك يجرن الشمر من بين إيدك لكن معذور يا الحزاو نزلوا بحومة كربلاء فتطلبت اللهم صل على محمد وآل محمد